بيكم أصدقائي الأعزاء، بالأمل تستمر الحياة وقوة الإرادة تتخطى أي إعاقة. وأصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن مهما واجهوا من صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم وعزمتهم قادرين على الحياة، قادرين على تخطي أي إعاقة بقوة إرادتهم وعزمتهم. بيخرجوا للحياة وبيعيشوا حياتهم، ممكن تكون بشكل مختلف لكنهم بيقدروا يتخطوا كل إعاقة ويتجاوزوا كل صعب.